السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم. اليوم غادي نشوفو واحد لانتيغرال عنده علاقة متتالية أو متتالية علاقتها بلانتيغرال. دونك ناخدو هاد يو ان اللي كتكتب ليه على شكل لانتيغرال من زيرو حتى لان ديال اكس على بويسونس ان سور ان بلس اكس على بويسونس ان دي اكس، دونك بحيث ان ديفيرون زيرو، ياك بين ان 1 plus x à la puissance n entre 1 et 2. Donc, moi, je vais vous donner des conditions, je vais vous donner des conditions, et c'est un stintage de l'UN, et l'objectif de cette technique, c'est la fin de la métatalie, qui est intégrale. Vous comprenez? Donc, je vais vous donner sur la vidéo et vous répondre à la technique. Et après, vous voyez la correction. Donc, c'est à la barakat d'Allah. C'est. Donc, bien, on a 1 plus x à la puissance n entre 1 et 2. Donc, il faut que nous avons le mot à l'aide, on a n différent de 0, ou il y a un mot à l'aide, c'est un mot à n strictement positif, il a déjà un mot à l'aide, un mot à l'aide, x entre 0 et 1. Mais il y a un x qui est un mot à 0, 1. Mais qu'est-ce que nous avons? أن x محصور ما بين 0 و 1 ياك الشباب، و n عندي أكبر من 0 ياك، يعني درت أنا x على بيسونس n راه غيبقى أونتخ 0 و 1، مفهوم؟ أونتخ 0 و 1 ياك الشباب، حيت كون كان كيعطيني 0 كون كانت n كتساوي 0 x على بيسونس 0 غيعطيني 1 و كتبقى مفيريفيا ليا أنها أونتخ 0 و 1. نفترض انه عطيته 2 عطيته 1، المهم يمكن لي هذه نمونطريها بالترجع بطريقه مباشره، ما عندي فيها حتى شي مشكل، مفهوم؟ دونك هذه راه كتساوي، دونك الى زدت واحد في اكس زدت واحد الاكس على بيسونس ان نزيدو الاطراف كاملين، يعني غير 0 زائد 1 سوى 1 و 1 بلس 1 سي 2، مفهوم؟ ومن هو توصلنا لداكشي اللي بغاو، مفهوم الشباب؟ ندوزو السؤال الثاني اللي هو استنتاج تأطير ل U n، وعندي أنا U n هي الانتيغرال ديال هاد العجب هذا، دونك لدينا ولا المهم كيف ما كنعرفو أن x على بيسونس n أونتخ 0 و 1، و هادي تا هي 1 بلس x على بيسونس n أونتخ 1 و 2، ياك الشباب، دونك إلا درت المقلوب ديال هادي 1 sur 1 plus x à la puissance n entre et d'être maclub, يعني كان قلب هاد لي بورن، مفهوم؟ يعني تولي inférieur à 1 sur 2 ou inférieur à 1 sur 1 c'est 1، و x عندي à la puissance n محصورة ما بين 0 و 1، ياك الشباب، محصورة ما بين 0 و 1، يعني إلا ضربتها في هذه ما غيكون عندي حتى شي إشكال، حيتاش هذه تاهو عندي محصورة ما بين 1 دومي و 1، يعني محصورة ما بين 0 و 1، يعني الجداء ديالهم غيبقى ما بين 0 و 1، ياك الشباب، دونك إلا ضربت في إكس على بيسونس إن هنا غنضرب في لي بورن كاملين، حيتاش عندي أنا كيف ما قلنا بأن إكس على بيسونس إن أونتخ 0 و 1، دونك هادشي يكافي أن نضربها فيها هي إكس على بيسونس إن سيغ 1 بلس إكس على بيسونس إن. غتبقى محصورة ما بين 1 فوا x على بيسونس n سير x على بيسونس n و 1 دومي فوا x على بيسونس n، مفهوم؟ دونك خصني نحاول نجبد u n، و u n عندي هي لانتيغرال ديال هاد العجب هذا، دونك إلا دخلت لانتيغرال على هاد العجب ما بين 0 و 1 ندخلو على لي بورن كاملين، مفهوم؟ حيتاش اصلا هاد لا فونكسيون هاد دي فونكسيون سون كونتينيو اونتر 0 و 1، يعني يمكن لي ندخل لانتيغرال ما عنديش مشكل، مفهوم؟ يعني كيبقى غيست كيبقى اونتر، يعني هاد لانتيغرال كيبقى اونتر هاد لي بورن هادي، مفهوم؟ حيتاش اصلا اكس على بيسونس ان كما قلنا حصل ما بين 0 و 1 وهادي حصل ما بين 0 و 1، يعني كتبقى هادي غتبقى محصوره ما بين هاد البورن الاول وهاد البورن الثاني، مفهوم؟ دي اكس دي اكس دي اكس، مفهوم؟ دونك هادشي راه غير اختصار وصافي، يعني باش نلقى يو ان، يعني دونك هادي هي كيف ما كنعرفو لي هي يو ان، دونك يو ان محصورة ما بيناش واش لانتيغرال ديال اكس على بيسونس ان،
دونك كيف ما كنعرفوا الداله الاصليه ديال واحد ديال اكس على بويسونس ان هو كنزيد واحد في البويسونس وكنقسمه على نفسه، يعني ديريكتومون محصوره ما بيناش، يعني اصغر او يساوي من اكس على بويسونس كما قلنا نزيد واحد في البويسونس على نقسم عليه هو نفسه اللي هو ان بلس 1 ما بيناش، واش لي بورن ديالهم اللي هو 0 و 1 فهم. وهذه هذا عباره عن سكالير نخرجه على برا، يعني تولي ان دومي فوا اكس على بويسونس ان. اللي غادي تعطي ليا هي ان دومي على برا اكس على بيسونس ان كيف ما قلنا في هذا الكوتي هذه اللي هي نفسها، هي اكس على بيسونس ان بلس ان سيغ ان بلس ان ما بين 0 و 1. دونك هادشي كيعني ان يو ان كتبقى محصوره ما بين في ما بال هي اكس نعوضو بلي بورن، يعني نعوضو ب 1 ونعوضو ب 0. دونك اكس على بيسونس دونك اكس اللي كان كيساوي لواحد، يعني هي واحد على بيسونس ان بلس ان سي ان، يعني ان سيغ ان بلس ان موان هاد هادي هي اف نعوضها بالزيرو، الى عوضت اكس بالزيرو سي زيرو. وهاد لابارتي الاخرى غتبقى ليا ان دومي نفس القضية، يعني غنعوض اكس بلو ان ان على بيسونس ان بلس ان سي ان دونك فوا ان سيغ ان بلس ان، وفي اللحظة في غنعوض بالزيرو غيعطيني كيساوي زيرو. مفهوم الشباب؟ دونك ومنه يو ان محصورة ما بين 1 سيغ 2 فوا ان بلس 1 او اصغر او يساوي من 1 سيغ ان بلس 1. مفهوم؟ ومنه بين داكشي يطلبوا مني في السؤال. مفهوم؟ دونك هذا كيتسمى غير استنتاج انطلاقا من السؤال اللي من قبل. دونك انطلاقا من هاد من هاد من هاد الديمونستراسيون اللي توصلنا دابا، لقى النهايه ديال يو ان بكل سهوله، يعني حاولت انني ماجوريتي ماجوريتها ومينوريتها، يعني بدلالتها بدلالة ان فقط. دونك كيف ما كنعرفوا ان يو ان عنده علاقه بالانتيغرال، ولكن باش نلقى الليميت ديال الانتيغرال صعيب، خصني نلقى دي كونديسيون باش نلقى الليميت. كون عطوني سؤال مباشر مفهوم، دونك قال لك الليميت ديال يو ان غتمشي دير الليميت ديال الانتيغرال، وخصك تدرس هذه في هاد لي بورن، خص تلقاها بانها كونتيني ودي كونديسيون لي شويه مهم مديرونجي ندير بصح، باش خصك تمونتري بان الليميت ديال الانتيغرال هي الانتيغرال ديال الليميت، خصك دي كونديسيون لي مديرونج، يعني خصك تحاول دير التاطير، وباش تاطرو صعيب، يعني الا ما عطوكش اسئله بحال هادو. مفهوم؟ دونك توصلنا حنا لواحد التاطير ديال يو ان بدلاله ان، يعني الا درت الليميت ديال يو ان يعني هو غيبقى تبقى لي الليميت اونتر الليميت ديال هادي والليميت ديال هادي. مفهوم؟ دونك كما كنعرفوا الا كانت ان اونتر بون سي ان و دي ان هادو دي سويت، فان الليميت ديال ان محصوره ما بين الليميت ديال سي ان والليميت ديال دي ان. مفهوم؟ دونك هادشي الليميت بطبيعه الحال في بلس انفيني، دونك هاد لا كونديسيون هي اللي غادي نستعمل في هاد السؤال هذا. دونك السؤال الثالث اللي هو حساب نهايه المتتاليه، يعني غادي يكفي اني ندخل ليميت على يو ان، دونك ليميت ديال يو ان كيبقى محصور ما بين ليميت ديال هاد لابارتي اللي هي ليميت ديال 1 سيغ 2 فوا ان بلس 1 او اصغر يساوي من ليميت ديال 1 سيغ ان بلس 1. مفهومة؟ دونك ليميت ديال يو ان دونك ليميت ديال 1 سيغ 2 فوا ان بلس 1 هي نعوض ان بلانفيني، الى عوضت ان بلانفيني يعني ان سيغ لانفيني اللي ديريكتومون كيساوي زيرو، وهاد لابارتي تا هي كتا هي كتساوي زيرو، حيتاش ان لانفيني ان سيغ لانفيني سي زيرو دونك زيرو، وعدد محصور ما بين زيرو وزيرو كي انسيستي عليا بانه راه كيساوي زيرو. مفهوم؟ دونك ومنه بما ان ليميت ديال ان سيغ ان بلس ان كتساوي زيرو، و ليميت ديال 1 سيغ 2 فاكتور ان بلس 1 ايكال 0، اذا او منه المهم وبالتالي ليميت ديال يو ان كتساوي ديريكتومون 0. مفهوم؟ حيتاش الا كان واحد سويت ولا واحد العدد اصغر من 0 واكبر من 0، شنو هو العدد الوحيد اللي كيحقق ليه هذا الشرط اللي هو 0 بنفسه؟ مفهوم؟ اكس محصور ما بين 0 و 0 يعني اكيد ان هاد اكس هذا راه كيساوي زيرو يا شباب. دونك ومن هو توصلنا للنهايه ديال يو ان اللي كتساوي زيرو.
دونك وصلنا للنهاية ديال الفيديو، يمكن لكم شي حاجة ما فهمتوهاش ولا شي حاجة ما واضحاش في هاد لي فيديو هادو، يمكن لكم تخلوها في التعاليق. بون هاد الشي اللي كاين، نتمنى ان يكون الفيديو واضح، وهذا الشيء اللي كان، ونخليكم على خير، والسلام عليكم.